يقول: نحن مجموعة من الشباب الذين يحفظون القرآن ونصلي بالناس التراويح في رمضان سنويا بساعتين، ونقرأ كل يوم جزءا واحدا من أجل ختم القرآن كاملا، فهل هذا العمل جائز لنا؟ هذا جيد، جزاكم الله خيرا. تصلون بالناس في رمضان، تحفظون القرآن، كل ليلة تقرأ جزء حتى تكمل القرآن في آخر الشهر، هذا عمل جليل